موجز الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر، مرحبا بكم. أكد الدكتور هشام قنديل أن مقابلته المرشحين للتشكيل الوزاري الجديد لا تعني بالضرورة تقلدهم للمناصب الوزارية، وأشار إلى أن الاختيار يخضع لمعيار الكفاءة والمهنية والرغبة في العمل العام. هذا وناشد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما تتناوله من تصريحات، ودعا لعدم الانسياق وراء أي ادعاءات أو تخمينات أو توقعات. اعتمد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حركة التنقلات وترقيات ضباط وأمناء الشرطة والمساعدين، وأكد وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم غايات الضباط من أجل ضمان راحتهم في العمل وبالتالي حسن أدائهم. ونفى إبراهيم ما تردد عن تدخل البعض في حركة التنقلات، وقال إن الرئيس محمد مرسي اعتمدها أمس دون إبداء أي ملاحظات. وراجع الحركه واطلع عليها، ويعني الحقيقه ما كانش ليه اي توجيه فيها الاضافه زي ما اثير في الاعلام اللي قالوا ان في ناس قيادات ماشيه وفي قيادات طالعه وفي قيادات غير مرضي عنها. الحقيقه الكلام ده كله يعني امبارح انا يعني قعدت يمكن ساعه او ساعه ونص، مفيش حاجه من دي خالص، لا تعرض لاي قياده، والسيادة الرئيس اتكلم وقال الحركه كويسة وملائمة بالنسبة للقيادات والضباط، وقلت له انا راعينا فيها كل الضوابط وكل القواعد علشان يبقى انا عايز احقق، انا عايز ضباط. تعقد لجنة الحوارات المجتمعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية الآن اجتماعا لممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني بمحافظة بورسعيد حول تصورهم للدستور الجديد. وأكد الدكتور محمد البلتاجي مقرر اللجنة أن اللجنة سوف ترفع كل المقترحات للجمعية التأسيسية. كما قلت الاجتماع هو استماع وليس مناقشة ولا حوار، لنعرف ماذا تريدون وماذا تقترحون، ونحن سواء بالصوت والصورة أو بالكتابة مضبطة جلسة رسمية تتم الآن لكتابة وتدوين كل ما تقترحونه وتقدمونه، ليكون ضمن أعمال تحضيرية لكتابة الدستور، ليكون ضمن مضبطة تاريخية، ليكون ضمن وثائق تاريخية ثابتة. ماذا قال أهل شمال سيناء من مطالب في الدستور، وهل استجابت الجمعية التأسيسية وهي تكتب نصوص الدستور لهذه المطالب أم لم تستجب؟ يسجل التاريخ ما تكتبونه، ويضع التاريخ مسؤولية أمام الجمعية التأسيسية في السياق ذاته. قال المستشار تيمور مصطفى مقرر لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، قال إن اللجنة انتهت اليوم من مناقشة كل ما طرح بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد بما فيه القضاء العسكري وسلطات المحكمة الدستورية العليا. وأضاف تيمور أن اللجنة أكدت على استقلال القضاء، حيث سيوضع لكل هيئة قضائية نص دستوري بما اتفق عليه خلال المناقشات مع مراعاة المساواة بين جميع الهيئات. وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضاء العسكري فإن ممثل المحكمة العسكرية طالب بأن تضم اختصاصات القضاء العسكري إلى باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة. نظمت عدة قوى سياسية حفل إفطار جماعي أمام سجن تورا تضامنا مع المعتقلين السياسيين والمحاكمين عسكريا. وأشارت القوى المشاركة في الإفطار الجماعي إلى أن الحفل يأتي في إطار الضغط على الحكومة للإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قدرت أعدادهم بنحو 10,000 معتقل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أتينا للتضامن مع المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا خلف أسوار السجون في هذه الأيام، وفي وجود رئيس جديد من المفترض أنه لديه السلطة في إخراج من هم خلف السجون. الرئيس محمد مرسي وصل إلى السلطة عن طريق من هم يقبعون الآن خلف أسوار السجون، ونحن أتينا اليوم للتضامن معهم ونقول أننا لن ننساهم ولن يرتاح لنا بال حتى يخرجوا من خلف. رئيس هيئة القضاء العسكري قال منذ عام ونصف أو عامين تقريبا أن هناك 15,000 مدني محاكم عسكريا، يعني تقريبا بإضافة المدنيين المحاكمين على ذمة قضايا وأحداث الثورة، إضافة إلى الذين حكموا عسكريا، سيتخ
تتخطى الرقم ال 18,000 معتقل او مسجون او مدني محاكم امام محاكم عسكريه. هذا مطلبنا. انت عملنا مع مطالب الثوره بالقطعه 500 ثم 100 ثم 300. الحقيقه اننا امامنا خمس. أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى شهر أكتوبر القادم محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء التي وقعت منتصف شهر ديسمبر الماضي. ومثل أمام المحكمة اليوم 269 متهما، بينهم النشطاء أحمد دومة ومكرم السويسي والممثل طارق النهري. ويواجه المتهمون تهما بحرق وتدبير مبنى المجمع العلمي المصري ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، التعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة. هذا وقد أخلت المحكمة سبيل 12 متهما من المتهمين 19 المحبوسين على ذمة القضية. قال الدكتور عبد الرحمن السقر رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قال إن الهيئة بدأت في تطبيق نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة اعتبارا من شهر يوليو الحالي. أشار السقر إلى أن هذا النظام سوف تستفيد منه نحو 5 ملايين امرأة معيلة، سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي عليهن جميعا خلال عامين. اختتم وزير الخارجية محمد كامل عمرو مساء اليوم مباحثاته مع نظيريه في ليبيا وتونس بإصدار إعلان القاهرة. وأكد الوزراء الثلاثة في الإعلان أهمية تواصل جهود رامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بينهم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وتضمن الإعلان كذلك التأكيد على مواصلة التعاون الاقتصادي والأمني بين الدول الثلاث، كما رحب الإعلان بانضمام أي دولة عربية إلى إعلان القاهرة. يعقد وزير القوى العاملة رفعت حسن اجتماعا اليوم مع رئيس هيئة الثروة المعدنية والمستثمر الأجنبي في مشروع منجم السكري لحل مشاكل العاملين بالمنجم وإعادة تشغيل المشروع مرة أخرى. يأتي الاجتماع بعد مناشدة المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية العاملين بالمشروع العودة للعمل وعدم تعطيل الإنتاج لأن ذلك يضر بالاقتصاد المصري. هذا وسيبحث الاجتماع مطالب العاملين بالمنجم وكذلك قرار الشريك الأجنبي بفصل 29 عاملا دون التحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية. نهاية الموجز. للمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. وننوه أننا نستقبل التعليقات والأسئلة على صفحتي الجزيرة مباشر مصر على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في رعاية الله.